بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج لإبطال السحر، كما ورد عن آية الله السيد عادل العلوي قدست روحه الزكية أن تقرأ هذه الآية الشريفة على إناء نظيف 70 مرة. تضع في إناء نظيف ماء وتقرأ عليه هذه الآية الشريفة 70 مرة، ثم ترش هذا الماء أمام الدار فينتهي السحر تماما، أو ترشه على الحانوت أو المكان الذي تعمل فيه أو عند باب السيارة عندما تصعد إلى السيارة. الآية ما هي؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية تقرأها على ماء نظيف 70 مرة وترش به باب الدار، أمام الدار أو أمام المحال أو أمام باب السيارة. إذا كان هناك من قد عمل لك عملا من السحر فيبطل تماما. وهذه من مجربات آية الله السيد عادل العلوي. برنامج صباحات ولائية من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.